في الصحيح عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. قال أبو هريرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه. الحينية تدل على المبادرة، فمن حين ما نزلت هذه الآية قام عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على مبادرته السريعة عليه الصلاة والسلام لتبليغ رسالة ربه. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد بلغ عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة. وما الذي أنزل عليه؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بأن ينذر جميع الخلق، قال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فهذا لعموم البشر. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى في سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وأطلق، فيكون هذا إنذارا مطلقا، فقام عليه الصلاة والسلام لإنذار من هو قريب منه، والقرب يختلف، فدعا خديجة وأبا بكر وعلي بن أبي طالب ممن هو قريب منه، ثم أمر بأن يذيع هذا الإنذار على الملأ من قريش، فأنزل جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين. فقوله تعالى وأنذر، الإنذار هو الإعلام لكنه إعلام محفوف بتخويف، الإنذار هو الإعلام مع التخويف والتحذير. وقوله عشيرتك، العشيرة هي القبيلة، ومع أنها هي القبيلة لكن خصص فقال الأقربين، والأقربين على صيغة أفعل، فيكون الإنذار الأولى به الأقرب الأقرب. فقوله والأقربين على وزن أفعل، أقرب على وزن أفعل، فيكون المقدم بالإنذار الأقرب الأقرب، وقد صنع ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش، يا حرف نداء، معشر، المعشر هي الجماعة أو القبيلة أو الفئة، يا معشر قريش، وقريش هو فخر ابن النضر أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، سموا بهذا الاسم مع أنه اسمه فخر، قيل من التقرص وهو التجمع، إذ كانوا متفرقين فاجتمعوا، أو كلمة نحوها، قوله أو كلمة نحوها يعني شبيها لها، وهذا فيه احتياط من الرواة، وهذا لعدالة الرواة ولأجل إبراء ذمتهم يقولون أو، وذلك حتى يأتوا بالحديث على وجهه الصحيح، فإن شكوا في ذلك قالوا أو، حتى لا يتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصدق عليهم حديثه عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين على صيغة الجمع، وفي رواية فهو أحد الكاذبين على صيغة المثنى. وقوله أو كلمة، هذا فيه دليل على أن الجملة يطلق عليها كلمة، وذلك لأن الكلمة التي قبل هذه قال يا معشر قريش، ومعشر قريش هذه أكثر من كلمة، فلما قال أو كلمة نحوها دل على أن الكلام المجموع المفيد ولو كان أكثر من كلمة أو كلمتين يطلق عليه كلمة، فهذا جائز في عرف أهل اللغة، وجاء به القرآن، قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة، يعني ما ذكره كلمة. وقال تعالى وأنذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ماذا قال؟ قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال اشتروا أنفسكم، اشتروا أمر،
والأمر كما هو معلوم عند أهل البلاغة هو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى على وجه الاستعلاء بإحدى صيغ الأمر، هذا هو الأصل في الأمر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا من أجل أن يكون عاليا عليهم، فإذا لم يأتي الأمر على غرار ما ذكر في التعريف يكون هذا الأمر قد خرج عن مراده ويخرج عن مراده وعن أصله لأغراض، وهذا الغرض الذي من أجله خرج هذا الأمر هو الإرشاد والنصح. ولذا قال اشتروا، قال اشتروا، كلمة الشراء تنبئ عن رغبة، فإنك لا تقدم على شراء شيء إلا لأنك ترغب فيه. فما رؤي شخص إلا إن كان سفيها، ما رؤي شخص يشتري شيئا إلا عن رغبة. ولذا قبح الله عز وجل صنيع المنافقين إذ قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فإنهم لما اشتروا الضلالة وجعلوا الثمن هو الهدى قبح الله عز وجل فعلهم، لأنهم ما أقدموا على هذا إلا من محض رغبة في نفوسهم، لأن الشراء يدل على وجود رغبة. ثم قال أنفسكم، وهذا فيه ترغيب منه عليه الصلاة والسلام، لأن أغلى ما لدى الإنسان نفسه، ولذا يوردها موارد الخير ويجنبها موارد الشر لأنها عزيزة عليه. ولذا قال تعالى عن الجهاد لأن فيه إذهابا للنفس، قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال وهو كره لكم، وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقال اشتروا أنفسكم. فالذي لا يشتري نفسه ولا يذهب بها إلى مواطن الخير والنفع فهو الجاهل، الذي لا يعرف مقدار نفسه ولا ينقذها فهو الجاهل السفيه. ولذا قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فهم ما أقدموا على إغراق أنفسهم إلا من جهالة، وقال تعالى ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال عليه الصلاة والسلام لا أغني عنكم من الله شيئا، لا نافية وشيئا نكر في سياق النفي فتعم، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام غير مغن عن قومه بأي شيء من الأشياء حتى ولو قل. فإذا كان هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مع علو منزلته، فما ظنكم بمن هو دونه، وما ظنكم بهذه الأصنام؟ فبهذا دليل على بطلان تعلق هؤلاء بهذه المعبودات التي لا تنفع ولا تضر. ويظهر من هنا أنه قال في أول الجمل يا معشر قريش، وهذا على وجه العموم، ثم لما عمم عليه الصلاة والسلام خصص فقال يا عباس ابن عبد المطلب، العباس هو عمه، وقوله يا عباس يصح أن تقول يا عباس ويا عباس، كما قال هناك لا أغني عنكم من الله شيئا، قال هنا لا أغني عنك من الله شيئا، وهذا من عمه العباس. ثم لما ذكر العم ذكر العمة، قال يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ثم قال مخصصا ما هو أرفع درجة مما سبق، قال يا فاطمة بنت محمد، فقال يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، ويصح يا فاطمة بنت محمد، لكن لو قيل ابنة فيكون بالضم وجوبا يا فاطمة ابنة محمد. قال سليني من مالي ما شئت، هذا هو ما يملكه عليه الصلاة والسلام، قال سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وجه الاستشهاد كما قلنا أنه لا يملك عليه الصلاة والسلام شيئا، فكيف تملك هذه الأصنام والمعبودات؟